بغية الوصول إلى مجتمع سوري سليم وآمن وخال من العنف، مؤسسة نساء قادة تطلق مبادرتها بعنوان معا لإنهاء العنف الأسري، والتي عقد اجتماعها في مقر الشركة الوطنية لتنمية الموارد البشرية بدمشق. حضر الجلسة عدد من الناشطين في العمل المجتمعي والمتخصصين في القانون وجهات تشريعية من أعضاء مجلس الشعب. المبادرة كانت عبارة عن جلستين، جلسة كانت مع اختصاصيين بحقوقيين وناشطين مجتمعيين لحتى يكون الموضوع المعايير اللي محطوطة للقانون تكون على درجة عالية من الدراسة الأكاديمية حتى. فحتى كان عندنا ناشطين بالمنظمات الدولية اللي هنا بيشتغلوا على هي القوانين مع المنظمات الدولية، فكان المعايير اللي نحن حطيناها للمبادرة لحتى يستفيدوا منها في القانون كانت معايير جدا تتمازج مع المعايير الدولية، وإن شاء الله يا رب تخدم المعايير تبعنا، لأنه نحن حاولنا نكون كمجتمع أهلي عم نعطي شو الممكن نقدر يخدم القانون يخدم فيه المجتمع ويكون انعكاسه إيجابي جدا على التفاعل مع هالقانون. نضجنا ورقة هي عبارة عن المأمول من أنه نحن شو لازم يكون في قانون العنف الأسري اللي بده نشتغل عليه إن شاء الله الفترة القادمة. في معايرة مدنية فيه عم تقول أنه العالم بحاجة لأنه يتطور مستواها من واقع هي السيدة فيه عم تتعنف وما لا قادرة تقوم بدور المجتمعي لمكان هي متمكنة قادرة تكون نص المجتمع قادرة تبني عليه. فالورقة كانت عبارة عن تطلعات نتمنى أن تكون تفوت حيادث التنفيذ قريبا وتكون من أولويات الحكومة ومجلس الشعب، لأنه هي حقيقة حاجة ملحة اليوم لسوريا لحتى نقدر يكون الأداء النسوي في عالي ويقدر يشارك ببناء المستقبل. ضمن سياق الحملة الكبيرة ضد العنف ضد المرأة والعنف الأسري، نحن اشتغلنا على الكثير من المعايير فيما يتعلق بقانون العنف الأسري. بالنسبة لهذا الموضوع، أول شيء بلشنا فيه هو تحديد التعريف الشامل للعنف الأسري وتحديد أنواع العنف الواقعة على أحد أفراد الأسرة ضمن سياق هذا القانون. جهود مشكورة من الجمعية حقيقة أنها تفكر بهالطريقة وتساعد في بناء المجتمع الأفضل لكل أبنائه سواء المرأة أو الرجل أو الطفل. فنحن عملنا تشريعات بتخص الطفل وهلا نحن بدنا نعمل تشريعات بتخص الأسرة بشكل عام والمجتمع أيضا. خطوات مهمة نحن في صدد التباحث فيها لا نطلع بنتائج تكون مرضية، ونحن أي أفكار ممكن تخدم المجتمع نحن ممكن نتبناها كأعضاء مجلس الشعب ويتم معالجتها وطرحها وتعديل التشريعات والقوانين بما يتناسب مع هذه الخطوات المفيدة. العنف الذي بات من أخطر الظواهر في المجتمع السوري والذي تفاقم خلال السنوات السابقة، وحتى نستطيع كسر هذه الظاهرة لابد من العمل على متطلبات قانون حماية أفراد الأسرة وصولا إلى مجتمع يعيش بسلامة.